أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إتماما أيها الإخوة للحديث عن سورة الحج، وهذه السورة العظيمة التي تضمنت ذكر الحج وآياته وأصله، و بينها وبين سورة البقرة ارتباط من هذا الوجه، فإن سورة البقرة تضمنت آيات الحج تشريعا، وهذه تضمنت آيات الحج أصلا وتوحيدا. ولو أننا سألنا سؤالا في الفرق بينهما من حيث عرض الأحكام وعرض آيات الحج، ما الفرق بين سورة الحج وسورة البقرة في ذكر أحكام في ذكر آيات الحج وأحكامه، ما الفرق بينهما؟ أولا، كما نعلم أن هذه الآيات فيها نزلت مكية وتلك مدنية، وكما نعلم أن السورة المكية تركز على بناء العقيدة وترسيخها، وآيات الآيات المدنية والسور المدنية تركز على بيان الشريعة وتفصيلها. فالظاهر والله أعلم أن الفرق بينهما أن هذه الآيات في آيات الحج في سورة الحج ركزت على الجانب بناء التوحيد في شريعة الحج وتأصيله الذي من أجله شرع الحج، ولهذا قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا. فالحج شرع لإقامة التوحيد كما ذكرت لكم في أول السورة، فكانت هذه الآيات في آيات الحج تركز على تحقيق التوحيد في الحج وإزالة مظاهر الشرك فيه أما في سورة البقرة فهي في إتمام شعائر الحج وإكمالها وإزالة ما أحدثه المشركون فيها في الحج من قضية وقوفهم دون عرفة وما زادوه فيه في الحج من غير ما كان على ملة إبراهيم عليه السلام. إذن يتبين لنا أيها الإخوة أن سورة الحج تركز على تحقيق التوحيد في آيات الحج، وسورة البقرة تركز على تفصيل آيات الحج، ولذلك اشتملت على أحكام دقيقة في الحج. قال الله عز وجل هنا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. والمقصود بالرجال هنا أي راجلين، يعني بمعنى يمشون رجالا على أرجلهم، وليس المقصود هنا رجالا مقابل النساء، وإن كان بعض المفسرين ذكره وأشار إليه لكنه خلاف ما يدل عليه سياق الآيات، لأنه قال في مقابلها أو بعدها: وعلى كل ضامر. وعلى كل ضامر، وتقديم الرجال
رجالا على الضامر يدل على ماذا؟ ماذا نستفيد منه؟ تقديم رجالا على قوله وعلى كل ضامر. نعم، إما أن يكون الغالب في حال الناس، ذلك في أصل حال الناس من قبل، وإما أن يكون كما استنبط بعض المفسرين أن الحج ماشيا أفضل منه حج راكبا، وهذه المسألة اختلف فيها المفسرون، إذ أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج راكبا ووقف بعرفة راكبا على راحلته، فاختلف المفسرون من هذا الباب أو اختلف العلماء من هذا الوجه. على كل حال الله تعالى يعني أعلم أن المسألة في ذلك فيها سعة. فأما قضاء مناسك الحج كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الوقوف بعرفة فإنه دال على أفضلية ذلك، وأما المشي بين المناسك فقد يكون الفضل فيه بالمشي، فإن فيه إظهار يعني المشي مع الناس وعامة الناس وفقرائهم، وفيه إظهار الافتقار لله عز وجل ونحو ذلك. قال الله تعالى وعلى كل ضامر، ما المقصود بقوله وعلى كل ضامر؟ نعم، أي الرواحل وهي الإبل، وإنما وصفها هنا على كل ضامر أنها ضامرة من كثرة المشي وطول المشي، وهو دليل على أنها تأتي من أماكن بعيدة، من أماكن بعيدة، فهي تضمر في جسمها قليلة اللحم ضعيفة اللحم. وقال بعضهم أنه يستفاد منه أن الراحلة إذا كانت خفيفة أيسر في مشيها وسيرها، لكن يظهر أن ذلك دليل على أن طول سيرها وأنها قد أتت من أماكن بعيدة، كما يدل عليه قوله تعالى من كل فج عميق، يدل على أنها من طول سيرها ضمرت وضعفت وقل لحمها. وهو يدل على أن هذا البيت سيأتيه وسيحجه حج إليه أناس من كل قطر وكل مكان بعيد سيأتون إليه، كما جعله الله تعالى مثابة للناس. ثم قال الله عز وجل من كل فج عميق، وقوله من كل فج يدل على أنه يحج هذا البيت من كل مكان. والفج، ولم يقل أتى بلفظ الفج دون الطريق، ليدل على أنهم يأتون جماعات كثيرة، وهو الطريق الواسع، الطريق الواسع، فعبر بالفج دليل على أنهم يأتون مجموعات كبيرة. وقد يدل أيضا على أن الفج هو الطريق بين الشق بين الجبلين، وطرق مكة كلها طرق جبلية، فهم يدخلون مكة من طرقها الجبلية وفجاجها بين الجبال. وقوله من كل فج عميق أي بعيد، من كل فج عميق بعيد، وإنما جعله عميقا لأنهم كأنهم يصعدون إلى مكة صعودا بمسيرهم إليها. قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم، تأملوا أيها الإخوة أن الله عز وجل من حكمته أن جعل للناس منافع في الحج مما يرغبهم إلى الحج ويحضهم إليه، فمن حكمته سبحانه وتعالى أنه جعل مع قضاء نسكه في مجيئهم للحج لقضاء النسك جعل لهم فيه منافع. ومن منافع الحج كثيرة، منها أولا إقامة شعيرة الله عز وجل الحج وأداء نسكه، منها الطواف والسعي والوقوف بعرفة وغير ذلك، كلها منافع. فإن المنافع الدينية أعظم من المنافع الدنيوية. ثم لهم فيها أيضا منافع أخرى، ومنها التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك. ومن هذه الآية يؤخذ جواز البيع والشراء في الحج.
كما دلت عليه آية البقرة صريحا. ثم قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإن هذه الأيام أيام الحج ومشاهد الحج وشعائر الحج إنما قيمت وجعلت لذكر الله عز وجل، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. لكن المقصود هنا في قوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أنه يدخل فيها دخولا أوليا ذكر الله تعالى على في ذبحهم ونحرهم هديهم الذي رزقهم الله تعالى وشرعه لهم. فقال الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام النحر وأيام التشريق، فيذكروه أولا على ذبحهم بأن يكون ذبحهم خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية بذبحهم لأصنامهم، فإن الله عز وجل أقام هذه الشعائر لذكره والنحر له سبحانه وتعالى. ثم قال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهذه البهيمة إنما رزقهم الله تعالى إياهم رزقهم إياها لتكون لهم منافع وليقيموا فيها ذكر اسم الله عز وجل عند ذبحها له تعالى. ثم قال الله تعالى فكلوا منها، فكلوا منها. ما سر الأمر بالأكل هنا؟ ما سر الأمر بالأكل هنا؟ قال بعض المفسرين أن سر الأمر بالأكل هنا هو أن المشركين كانوا يحرمون الأكل من الهدي، كان المشركون يحرمون الأكل من الهدي، فأظهر الله عز وجل منته على هذه الأمة بأن أباح لهم الأكل من الهدي. ويؤخذ منه أيضا أنه يشرع أو من المندوب للإنسان مستحب أن يأكل من هديه، أن يأكل من هديه، فيجتمع فيه الأمران الإباحة والندب. ثم قال الله عز وجل وأطعموا البائس الفقير، وأطعموا البائس الفقير. ما الفرق بين البائس والفقير؟ أهما صنف واحد أم صنفان؟ اختلف المفسرون في هذا، قال بعضهم أن البائس الذي أصابه البؤس وهو ضيق المال، الذي أصابه البؤس وهو ضيق المال هو الفقير، وهو أرق وأخص من الفقير، وأخص من الفقير. فذكر الحالة الأحوج ثم ذكر الحالة العام وهي الفقير. وقال بعضهم أن ذكر حالة البأس هنا البائس ترقيقا للناس للنفوس وترغيبا لهم في إطعام المحتاج في الحج، وإنما ذكر في هذه الآية والآية التي بعد ذلك والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ذكر فيها الأمر بالإطعام. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك والله أعلم أن الحج مظنة وجود المحاويج، لأنهم يأتون من كل فج عميق، فمن المعروف أنه يحتمل فيهم الضعيف والفقير والمحتاج والذي انقطع به السبيل ونحو ذلك. فمن رحمته سبحانه وتعالى ولطفه بعباده الذين أتوا لأجل إقامة دينه وشعيرة الحج أن الله عز وجل أكرمهم ورعاهم وأكد على حقهم بالأمر بالإطعام. فقوله البائس يدخل فيه من هو صابه البؤس وضيق المال، ويدخل فيه أيضا الفقير، أو يدخل هو في الفقير لكنه أخص، وأيضا فيه ترقيق للناس النفوس وترغيبا لهم لإطعام المحتاج.
وقيل البائس هو الذي ظهر بؤسه في ثيابه ووجهه، ظهر بؤسه في ثياب وجهه، وهذا ظاهر، فإن الفقير أحيانا تجد فيه في ظاهره في ملبسه وفي وجهه الفقر والبأس والبؤس. وقد تجد في الفقير عامة ما ليس في ظاهره ذلك، قد يكون في ظاهره شيء من الغنى وعدم الحاجة لكنه في حقيقته محتاجا. ثم قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم. وثم هنا للتراخي الرتبي تدل على الاهتمام وبيان أهمية ما وراءها، وهو قوله ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ليقضوا تفثهم، ما هو التفث؟ ما هو التفث؟ من يجيب؟ نعم، الشعر، وأيضا إيش؟ النذر. لا، والنذر ذكره بعد ذلك، أعمال الحج. وهذا قول ليقضوا بقية نسكهم، يعني أنساك الحج. قيل التفث سلمكم الله هي مناسك الحج وأفعالها أعفاله كلها، وقيل هو الوسخ والدرن، وقيل هو قص الأظافر والأخذ من الثياب الشارب وكل ما يحرم على المحرم، قيل هو رمي الجمار. ولعل قوله ليقضوا ولم يقل ليزيلوا يدل على أن أعمال الحج داخل فيها، فإن قوله ليقضوا أي أن يؤدوا بعض أعمالهم الباقية، ومنها حلق الشعر وإزالة الدرن والوسخ الذي أصابهم من شعث الحج، ولذلك تفسرها بعضهم بشعث الحج، فسرها بعضهم بشعث الحج. ولعل هذا ظاهر من حيث أنه قدمها على قوله وليطوفوا في البيت العتيق، فإن من المشروع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن ينحر هديه ويتطيب ويغتسل ويتنظف ويزيل شعثه ويذهب للبيت متطهرا متزينا. لعل هذه الآية دالة عليه والله أعلم، من حيث تقديم الجملة في قول ليقضوا تفثهم على قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، قد يستنبط منها ذلك. فإذا يفهم من قوله وليقضوا تفثهم يقضوا بقية أعمالهم الحج ويزيلوا شعثهم وما أصابهم، ومن ذلك حلق الرأس وتقليم الأظافر ونحو ذلك. ثم قال الله عز وجل وليوفوا نذورهم، ولعل تخصيص النذر هنا في قوله وليوفوا نذورهم مع أنها ليست متعلقة مباشرة بالحج، أن من حال الناس في الجاهلية وفي الإسلام أنهم ينذرون نذورا متعلقة ببيت الله تعالى، فيطوف ينذر أن يطوف بالبيت، أو ينذر أن ينحر في عند البيت، أو ينذر أن يقيم عند البيت مدة أو نحو ذلك. فخص الله عز وجل النذر هنا مع عدم تعلقه بالحج، والله أعلم أن ذلك يكثر فيهم فخصه لهذا والله أعلم. والنذر هو الذي التزم الإنسان فيه قربة لله عز وجل لم تكن واجبة علقه بحصول أمر يريده، كان يقول علي لله نذر أن إن رزقني الله تعالى ولدا أن أصوم في مكة شهرا أو نحو ذلك. قال الله عز وجل وختم الأعمال بقوله وليطوفوا بالبيت العتيق. ما المقصود وما المراد بالطواف هنا؟ بارك الله فيكم، ما المراد بالطواف هنا؟ طواف الوداع أو طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة اتفاقا أنه طواف الإفاضة وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج.
ونستفيد من هذا أنه يشرع أن يكون الطواف بالبيت آخر أعمال الحج الواجبة، آخر أعمال الحج التي منها الرمي، رمي الجمار، وبعد لا شك أنه بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. قال الله عز وجل وليطوف بالبيت العتيق، لماذا سمي عتيقا؟ لقدمه أو لأنه اعتق من تصرف الجبابرة وتملكهم له، فلا يمتلكه ولا يتسلط عليه جبار. قال الله عز وجل ذلك، والإشارة بالبعد هنا للاهتمام بما ستتضمنه الآية، الإشارة ذلك إشارة لعظم الأمر الذي يأتي بعده، أو أن ذلك الإشارة إلى تلك الأعمال العظيمة التي سبقت. قال ذلك ومن يعظم حرمات الله، وقيل أن المراد وإذ بوأنا لإبراهيم وأذن في الناس ومن يعظم حرمات الله، أن من شعائر الحج تعظيم حرمات الله تعالى، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وما المقصود بالحرمات؟ الحرمات جمع حرمة، وهو ما يجب احترامه، واحترام والاحترام اعتبار الشيء ذا حرم كناية عن عدم الدخول فيه، أي عدم انتهاكه بمخالفة أمر الله عز وجل في شأنه. والمقصود بها هنا مناسك الحج، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أن المقصود بها أعمال الحج بخلاف الشعائر في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله. فلو سألنا سؤال ما الفرق بين حرمات الحج وشعائر الحج، ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، ما الفرق بينهما إذا اتفق أو اجتمع؟ الفرق بينها والله أعلم أن المقصود بالحرمات الأعمال، الحدود التي جعلها الله عز وجل من رمي الجمار وإقامة والمبيت في مزدلفة والوقوف بعرفة، وحدها بحدود. والمقصود بالشعائر التي هي أماكن الحج وأشعرت وجعلت علامة للحج، منها البيت والحج والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة، ولذلك قال ورأوا الجمار، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل البيت طواف بالبيت وإقامة ذكر الله وطواف بين الصفا والمروة ورمي الجمار من شعائر الله أو لإقامة ذكر الله. فتبين بهذا والله تعالى أعلم الفرق بينها. قال الله عز وجل وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ذكر تحليل الأنعام إظهار الامتنان لله عز وجل عليهم، مع أنها ليست متعلقة بذات الحج، وإنما إشارة وتعريضا بالمشركين الذين حرموا ما أحل الله عز وجل، البحيرة والسائبة وغيرها، فتذكرهم الله بالامتنان عليهم. ولأن بهيمة الأنعام مما يشرع فيها في الحج إهداءها ونحرها لله عز وجل. قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ما المقصود بالرجس من الأوثان؟ هل من الأوثان ما هو رجس، ومن الأوثان ما ليس برجس؟ لا، وإنما الأوثان كلها رجس. فمن هنا للبيانية، وإنما خص وصف الرجس أولا لإظهار ما في هذه الأوثان من عبادة تبعث الرجس المعنوي
وأيضا تحقيرا لها وأيضا إبعادا للنفوس منها، فإن تقبيحا لها في النفوس فإن ذلك مما يبعد النفوس ويحقرها، يحقرها في النفوس، فإنك إذا قلت هذا رجس فإنه مما يزهد فيه. قال الله عز وجل واجتنبوا قول الزور. ما المقصود بقول الزور في الحج وفي غيره؟ قول الزور في الحج أن يصرف الحج لغير الله عز وجل، مثل قولهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، هذا من أعظم قول الزور الباطل والزور الباطل، فإنهم يصرفون من أقوالهم وأفعالهم في الحج لغير الله عز وجل فيدخل فيه. ومن هذه الآية نأخذ فائدة عظيمة، وهو أن الحاج ينبغي أن يجتنب كل ما يحذر منه ما نهى الله عنه، ومن أعظمه قول الزور، وهذا الذي خصه الله في سورة البقرة في قوله إيش؟ ما الآية الدالة عليه في سورة البقرة؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لكنه هنا عمها ليدل على أن من إقامة التوحيد وأمر الله عز وجل أن يجتنب الإنسان كل ما نهى الله تعالى عنه. قال الله تعالى حنفاء لله غير مشركين به، غير مشركين به. الحنيف ما هو؟ الحنيف هو المائل عن الشرك والمستقيم على أمر الله عز وجل وعلى توحيده، وهذا وصف ذكر الله، وصف الله تعالى به نبيه إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فالحنف هو الميل عن الشرك، الميل عن الشرك، ولهذا قال بعده غير مشركين به، أي مستقيمين على التوحيد غير مشركين بالله عز وجل. قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، وفي هذا إشارة إلى أن المؤمن في الأصل في رفعة وعلو، وأن المشرك حقه الهبوط وأن يخر فيهوى تخطفه الطير وتنهشه أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وفي هذا إشارة إلى أن المشرك تتخطفه الأهواء والشياطين وتصرفه عن طاعة الله عز وجل فيهبط بذلك إلى أسفل سافلين منزلة عند الله تعالى. قال الله تعالى إعادة لأمر التعظيم وتذكيرا به وتأكيدا عليه، وهو ما قلت لكم وأكدت أن السورة فيها إظهار التعظيم لأمر الله لله ولأمره وشعائره الباعث على التوحيد. قال الله ذلك ومن يعظم شعائر الله، وتعظيم شعائر الله أولا بإقامة ذكر الله عندها على ما أمر الله، وإزالة ما فيها أو ما يقام عندها من البدع والشرك وغير ذلك، وتطهيرها من ذلك، وتعظيمها بالنفوس بأنها شعائر لله تعالى. وذكرت لكم الفرق بينها وبين الحرمات، وأن الشعائر هنا أظهر في الأماكن التي حددها الله تعالى لإقامة شعيرته. ثم قال فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه الآية الأخوة ليست خاصة في الحج، بل إن الشعائر كل يدخل فيها كل شعيرة لله تعالى، الصلاة شعيرة والصيام شعيرة والحج شعيرة، جميع أعوان الدين شعائر، فتعظيمها من تقوى القلوب. وإنما قال من تقوى القلوب لأن محل التقوى هي القلب، فأكده بقوله تقوى القلوب. قال الله عز وجل لكم فيها منافع، وهذا يؤكد أن من الشعائر إيش؟ الأنعام، بهيمة الأنعام التي قال الله تعالى قبل ذلك لهم ليشهدوا منافع لهم، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ما هو الأجل المسمى؟
إن كان المقصود بذلك شعائر الحج فأجلها المسمى هو انتهاء مدتها، وإن كان المقصود بذلك بهيمة الأنعام فأجلها هو نحرها عند البيت. قال: ثم محلها إلى البيت العتيق. وهذا أؤكد أن المقصود بالشعائر أو مما يدخل في الشعائر دخولا أوليا الهدي الذي ينحر للبيت. قال: ثم محلها إلى البيت العتيق. هل يذبح الهدي عند البيت بالبيت؟ قال: محلها إلى البيت العتيق. كيف نستفيد هذا من الآية؟ أنه ما لم يقل ثم محلها البيت، قال إلى البيت العتيق، يعني يتصل إلى البيت وفي حدوده هو الحرام. قال الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الآية تفيد أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة منسك، فمن رحمته بكل أمة أن الله حدد لها منسكا، فمن جاء بمنسك غير منسك غير ما شرعه الله فهو باطل. وهذه الآية تشير إلى هذا، فإن هذا إشارة تعريض بالمشركين الذين جعلوا لهم مناسك لم يجعلها الله عز وجل، كوقوفهم في مزدلفة في الحرم وعدم وقوفهم مع الناس في عرفة، فهذا مما جعله منسكا ومكانا للعبادة لم يجعله الله تعالى. فقال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا محددا، ولم يقل مناسك فهو محدد. ثم قال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن رحمة الله عز وجل أنه شرع بهيمة الأنعام وذبحها وتقديم الهدي ليكون ذلك منفعة للناس مع إقامة شعيرة الله عز وجل والنحر له. قال الله: فإلهكم إله واحد. السؤال: ما مناسبة قوله فإلهكم إله واحد بعد قوله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام؟ ما مناسبة قوله فإلهكم إله واحد؟ أحسنت، في هذا إفادة أن الله عز وجل وحده له الأمر في تحديد المناسك، وأيضا أحسنت مع تعدد الأمم، إلا أنها كلها تتوجه إلى الله عز وجل في منسكها وأيضا أحسنت أن هذه المناسك يجب أن تصرف جميعا لله وحده، لا يصرف شيئا منها للأصنام التي جعلوها في البيت أو في الصفا والمروة يطوفون بها. فهذه المناسك جعلها الله لعبادته وحده، فلهذا قال: فإلهكم إله واحد، هو المشرع وحده وهو المستحق للعبادة وحده في ذلك. وهذه الآية أيها الإخوة تدلنا على أن الحج إنما أقيم وشرع لإيش؟ لإقامة التوحيد. هذه الآية دليل صريح واضح على أن من أعظم شعائر الحج التي يجب وينبغي على المسلم أن يستحضرها وهو يقيم شعائر الحج إخلاص لله عز وجل والتوحيد. هذا أيها الإخوة مظهر عظيم من مظاهر التعظيم لله في شعائر الحج، يغفل عنه كثير أو كثير من الناس أو لا يستحضره. هو لا شك يذهب للحج لبيت الله الحرام تعظيما لله، لكن استحضاره حال إقامة حال عمل المناسك يغفل عنه كثير. من منا أيها الإخوة وهو يرمي الجمار يستحضر الاستجابة لله وتعظيم الله وتعظيم شعائر الله عز وجل وحرماته؟ من منا وهو يسير من البيت الحرام إلى المشاعر ومن المشاعر يتنقل يتوجه يستشعر توجهه لله وحده؟ هذا العمل أيها الإخوة هو الذي يحقق في نفسك التعظيم والتوحيد
والإخبات والخشية والخشوع لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: لاحظوا فله أسلموا. الله أكبر، أي وحدوا واستسلموا. ولذلك الحج فيه استسلام لله عز وجل. ما الذي يجعلك في الحج أيها الإخوة ترمي 7 جمرات لا ترمي 5 جمرات؟ وما الذي يجعلك تطوف بالبيت 7 ولا تطوف 5؟ وما الذي جعلك تقف في عرفة ولا تقف في مكان آخر؟ إلا الاستسلام لله والطاعة له بتنفيذ وامتثال أمره كما أمر الله استسلاما له. فاستشعار هذا المعنى أيها الإخوة عظيم في الحج، الاستسلام لله في التقيد بكل ما أمر الله عز وجل، وقتا وقدرا وزمانا ومكانا وأحالا، كل ذلك من الاستسلام لله والطاعة التامة. ثم قال الله: وبشر المخبتين. بشر المخبتين، لاحظ أن الحج يبعث على الإخبات، والإخبات هو التواضع والخشوع لله عز وجل. أرأيتم كيف أن المقصود من الحج هو التعظيم الباعث على الإخبات والتواضع والخشية لله عز وجل والتذلل له؟ هذا الذي جعلنا نقول أن السورة تبعث على ذلك. قال الله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب، هذه صفات 4 حري بنا أن نتمسك بها ونمتثلها في كل أحوالنا، وهي صفات المخبتين الذين بشرهم الله عز وجل. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. هذه صفات يظهر فيها الإخبات ويظهر فيها الخشية والخشوع لله عز وجل، ذلك أن الذكر واضح فيه، والصبر أيضا هو فيه مظهر مظاهر التواضع لله عز وجل، لأنه صبر على ما أمر الله تعالى وعظم الضجر والتسخط. وإقامة الصلاة، الصلاة من أظهر الشعائر والأعمال التي يظهر فيها التعظيم لله والخضوع له، ولذلك فيها الركوع والسجود. والإنفاق أيضا، الإحسان إلى الناس يبعث على الرحمة والتواضع. ثم قال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن ما هي؟ هي الإبل، قال بعضهم البقر لكن الظاهر هو الإبل. لماذا خص الإبل من بين بهيمة الأنعام هنا؟ لأنها أظهر في التعظيم، أظهر في التعظيم لله عز وجل، وأفضل في النسك، في إقامة النسك لله تعالى، فلذلك خصها هنا، وخصها بوصف لائق بها، ولم يقل الإبل، قال البدن، من البدانة، وهذا مما يؤخذ منه مشروعية أن ينحر الإنسان من بهيمة الأنعام من الإبل وغيرها أطيب ما يجد تعظيما لله ولشعيرته. جعلها لكم، جعلناها لكم من شعائر الله أيضا، إذن هي من شعائر الله وليست هي فقط هي الشعيرة الوحيدة. لكم فيها خير، ما هو الخير؟ إقامة ذكر الله، النحر لله، العبودية لله عز وجل، وإظهار اسمه، ومنه منافعهم الخير بأكلهم وإطعامهم ونحو ذلك. قال: فاذكروا اسم الله عليها. هذا يؤخذ منه وجوب ذكر الله، اسم الله عز وجل عند الذبح والنحر. قال: فاذكروا اسم الله عليها صواف. ما معنى صواف؟ يعني قائمة معقولة، فإن الإبل تنحر واقفة معقولة الرجل اليسرى، اليد اليسرى، وتصف صفا حتى يأتيها الناحر تباعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63، وهذا يدل على أنها كانت متتابعة. وقرأ بعضهم صوافية، يعني خالصة لله عز وجل، ليس لأحد فيها شأن ولا شيء من القصد، بل هي لله وحده. صوافية يعني صافية
قصدي لله عز وجل. قال الله: فإذا وجبت، يعني سقطت. وهذا يؤكد أن الأفضل في نحر الإبل وهي قائمة، وإن كان يجوز أن تنحر ويعني وهي على الأرض جالسة، لكن الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما دلت عليه الآية هنا في قول فإذا وجبت أي سقطت. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وفي هذا الأمر دليل على رد وإبطال ما كان يعتقده أهل الجاهلية من عدم جواز الأكل من الهدي، وفيه أيضا مشروعية الأكل من الهدي وكذلك الأضاحي والإطعام. وخص هنا قال القانع والمعتر. القانع والمعتر، ما الفرق بين القانع والمعتر؟ القانع، لاحظوا أنه قال القانع والمعتر بخلاف الوصف السابق البائس الفقير، ولم يقل البائس والفقير، مما يدل على أن الوصفين الأولين واحد، وهذين الوصفين وصفين مختلفين، القانع والمعتر. والفرق بينهما أن القانع المتصف بالقنوع وهو التذلل عند السؤال، تجده متذلل، قنوع مو بالقنوع، فرق بين القنوع والقنوع. القنوع هو خنوع تذلل عند السؤال. والمعتر ما هو؟ المعتر هو المتعرض للعطاء والسؤال من غير سؤال، تجده يحضر القسمة، يحضر عند الذبح والنحر، يتعرض للعطاء ولا يسأل. فذكر الله عز وجل هذا للإشارة إلى أنكم إيش؟ تعرضوا وتتبعوا حاجات الناس فيها، تتبعوا فيها حاجات الناس. قال الله عز وجل: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، مما يؤكد أن الله سخرها، وتسخيرها تذليلها، وأيضا الإذن بنحرها والانتفاع بها كل ذلك تسخير، لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها، ما يؤكد ما المقصود من النحر هنا. هل المقصود أن الله عز وجل يريد لحمها، أو المقصود بالنحر هو اللحم؟ لا، المقصود التقوى والتعظيم لله عز وجل وإقامة ذكر الله تعالى عند ذبحها، ولا دماؤها. وفي هذا ما يؤكد ما يفعله أهل الجاهلية من أنهم كانوا يلطخون بالدماء يعني أنفسهم ومذابحهم، ويعلقون اللحم عند البيت. ليس المقصود ذلك، المقصود هو الذبح لله عز وجل. ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. ومن هذه الكلمة استنبط منها ابن عمر رضي الله عنه كلمة الله أكبر مع البسملة عند الذبح، بسم الله والله أكبر. أما الكافي والواجب هو بسم الله، لكن لو قال بسم الله والله أكبر فهو أفضل، لأنه جمع بين التسمية والتكبير تعظيما لله عز وجل. وهذا سر أيها الإخوة تضمين التسمية للتكبير، أو تضمين التكبير مع التسمية، ليظهر في نفس الإنسان تعظيم الله عند الذبح وتكبيره سبحانه وتعالى. قال الله: على ما هداكم، على وكذلك الأضحية، نعم، بسم الله والله أكبر عند النحر وعند الذبح لكل ما كان لله تعالى. قال: وبشر المحسنين. وذكر الوصف بالإحسان هنا إشارة إلى مشروعية الهدي، مشروعية الأضاحي، إقامة لذكر الله عز وجل، وإقامة شعيرة الله عز وجل، شعيرة الهدي والنحر والذبح لله تعالى في نسك الحج. الحديث الحقيقة اختصرناه لضيق الوقت، لكنني أوصي إخواني بقراءة تفسير هذه الآيات، خصوصا ونحن في هذا الشهر أو في أيام في أشهر الحج. وأفضل ما من كتب فيها وحررها وأطال فيها الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، والقرطبي كذلك وغيرهما. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.